وقع في ايدي مقالة في 27 يناير 2011، يعني بكترها كتبت يوم 26، لمين؟ للدكتور المهندس ممدوح حمزة. وانا بغوص في ثنايا هذه المقالة اكتشفت وكأن الرجل يقرأ ما نتحدث به اليوم، وكأن كل الشهور اللي فاتت دي ما كانتش حاجة. والرجل طالب بوضوح بمبادئ ومقالة منشورة الكل يستطيع الرجوع إليها في الدستور يوم 27 يناير. الدستور الإلكتروني. الدستور الإلكتروني الأصلي. آه طبعا، لأن عارفين طبعا القصة. نسيت أرحب بحضرتك، المقالة شدتني، ونسيت أرحب بالدكتور والاستشاري العالمي باشمهندس ممدوح حمزة. أهلا وسهلا. هو الناس اللي عملوا المقدمة رحبوا بيا كويس، طلعوني شتم الكل. بس راجل معد 100 100 يعني. شايف ازاي حضرتك اللي حصل النهاردة ودعوة الدكتور علي السلمي وما خلفتهم ردود افعال؟ انا عاوز حضرتك تقرا الجملة اللي لفت نظر سيادتك، الجملة الاخيرة. والشباب ختام، قبل ما يعلن دكتور ممدوح حمزة المبادئ اللي بتطلبها الثورة او الشباب، والشباب ومعهم باقي فئات الشعب يتطلعون الى التغيير باستمرار الاحتجاج السلمي، ونعرض المبادئ الواردة ادناه دليلا للعمل وأساسا لميثاق وطني يعبر عن تطلعات ومطالب الشعب بعد فترة انتقال تتشكل خلالها جمعية تأسيسية بالاقتراع الحر المباشر، تضع مشروع الدستور النظام السياسي الجديد وتقر دستورا حديثا ومعاصرا. وده خريطة الطريق اللي مشيت عليها تونس. غالبا ده اللي حصل، مصر ما شافتش المقالة وتونس شافتها. تونس شافت المقالة. الكلام ده كتب يوم 26 بعد ما رجعت من الميدان. بعد ما انضربنا بالقنابل المسيلة للدموع، حسيت ان دي ثورة. يعني لما الناس رحبوا البطاطين اللي داخل الميدان وقرروا يباتوا، وبعدين قامت الشرطة بحرب علينا، عرفت ساعتها من الظهرية ان احنا فعلا مش في مظاهرة يعني. أيوه. فكتبت المقالة دي وسميتها انتفاضة. يوم 26 12 27 ألف ب. اي ثورة في الدنيا لازم بتطلع وثيقة. كل ثورة في الدنيا، فاول خطوة تعملها عشان تعمل نظام جديد ان تضع دستورا جديدا. لذلك تجد كل اليوفات اللي نزلناها في الميدان المطالبة بدستور فورا. ثم فوجئنا بتشكيل لجنة اللي كان عملها المخلوع، عملها المجلس العسكري وطلعت بصراحة شيء متهيألي ربنا هيحاسبهم عليه. يعني أنا واثق من اللي بقوله أنهم دخلوا مصر في متاهات وظلمات. بدل ما نمشي صح زي كل العالم ما يمشي ونعمل وثيقة دستور تحدد العلاقة بين الجميع، من باطن هذا الدستور يطلع مجلس الشعب، يطلع مجلس الشورى، يطلع انتخابات رئيس جمهورية، يطلع مجالس محلية، يبقى عندنا الدستور الذي بيشكل العلاقة وما يخليش لحد فضل على آخر. أدي نمرة حقيقة رقم واحد. حقيقة رقم اثنين، لم يحدث في تاريخ الدول، وأرجو الأساتذة بتوع الاقتصاد والسياسة اللي بيفهموا أكتر مني مليون مرة في هذا الموضوع يقولوا لي لو في مرة في دولة واحدة بس حصل فيها ان اللي حط الدستور مجلس الشعب. مش ممكن الابن يولد ابوه. فدي مأساة كبرى احنا عايشين فيها النهاردة. لما فطرنا الى هذا في مؤتمر مصر الاول اللي هو 7 مايو عشان التاريخ يبقى واضح. وعملنا المبادئ الدستورية. عملنا 7 مايو. 7 مايو. قلنا بدل ما طالما مش عارفين نعمل دستور. والعملية باظت في وبيتهمونا بالتحايل على إرادة الشعب، قلنا طب نعمل مبادئ دستورية توافق عليها الجميع. قدمناها 7 مايو وبعدين بعتناها لجميع الجهات المختلفة. اكتشفنا ان في الحياة السياسية 9 مبادئ دستورية حطوها، البرادية حط واحدة والأزهر حط واحدة. عملنا مؤتمر 19 مايو، جمعنا كل الوثائق الدستورية وعملنا واحدة توافقية بعتناها للمجلس العسكري، بعتها لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء اداها للاستاذ الدكتور علي السلمي، قال له اشتغل. اتصل بيا الدكتور علي السلمي، قلت له انا ما بفهمش الحاجات دي، الدكتوره مثلا تهاني الجبالي تفهم اكتر مني. فبداوا يقعدوا مع الكلام ده، مش حصل النهارده. الكلام ده تم مناقشته لمده 2.5 شهر، الليبراليين لوحدهم والاسلاميين لوحدهم
يعني اللي هو التيار الاسلام السياسي، ما بيسموهمش اسلاميين لان الابراهيم برضو اسلاميين، وكل والشباب والنقابات كله اتناقش مع دكتور علي السلمي في هذه المبادئ. طلعوا المبادئ اللي هي اتعرضت النهارده، اللي طبعا هي تختلف عن اللي احنا عملناه شويه، انما المعايير اللي احنا حطيناها لاختيار اللجنه الجمعيه التاسيسيه هي تقريبا هي اللي احنا تقدمنا بيها للمجلس العسكري 19 يوليو. طبعا اللي حصل النهارده كان في اختلاف بسيط لبعض الناس، علقوا على اللي هي ميزانيه القوات المسلحه، والناس علقوا على من يحمي الشرعيه الدستوريه، بس دي كلها مناقشات ممكن نوصل فيها الحل يعني. طب ومناقشات اللجنه التاسيسيه ال 100 عضو اللي مجلس الشعب بس هيحط 20 و80 يتم ايجادهم من هيئات مختلفه، نقابات وهيئه القضاء ما اعرفش ايه هو محاوله للرجوع للامثل، محاوله بعد المصيبه اللي وقعنا فيها. احنا قلنا طب نعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها مجلس الشعب يحط دستور. ايوه، لان مجلس الشعب بيجيب اغلبيه، الدستور لازم يتعمل بالتوافق، لازم في اساتذه جامعه وفي نقابات وفي اتحاد صناعات وفي اتحاد رجال اعمال لهم مصالح، وفي اقليات وفي ابط لازم يمثلوا، وفي عمال وفلاحين، الناس دي كلها لازم تمثل ويبقى لها صوت في الدستور، لان ده العقد اللي بين الكل. وانا لو اعمل معاك عقد واشتري منك فيلا، هو انا عشان اغنى منك اكتب العقد لصالحي؟ لا. لو انا اغلبيه اكتب العقد الصالحي، حتى ده بيعتبر عقد اذعان لو حبيت ترجع بيه في المحكمه ما بتاخدش بيه. اذن العقد الاجتماعي اللي هو الدستور لازم يشترك فيه جميع افراد الشعب. احنا عملنا الوثائق الدستوريه وحطينا اللي سموها فوق دستوريه، ما بحبش الاسم ده، عمرنا ما سميناها فوق دستوريه، انما هي مبادئ احنا مكتوب عليها ايه. لو تقرا حضرتك في الاول وثيقه اعلان مبادئ الدستور المصري القادم، والفنجري اللي هو الفنجري طلع افتكر حاجه و20 يوليو وقال ان احنا هنطلع اعلان دستوري بالمبادئ ده. فدي محاولة رد الصدع فيما كان يجب ان يكون، وهو اول حاجة تتعمل وضع دستور عن طريق جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر. يبقى انت وانت رايح الصندوق رايح تنتخب واحد يعمل لك ايه معايا حضرتك؟ معاك طبعا، يعمل لك دستور. انما في مجلس الشعب انت بتروح تختار واحد يمثلك، مش مهم قوي، انا عاوزه بس يتاكد ان هيبقى عندي مجاري في العزبه بتاعتي، او هيكون عندي مدرسه، ولا يعني لو انت رايح مواصفات اللي انت هتنتخب فيها عضو مجلس الشعب غير المواصفات اللي هتنتخب فيها من يمثلك لوضع الدستور. فاحنا غلط البلد غلطه كبيره جدا. انا لو نفسي اشوف واحد جريء يروح شاطب كل ده بالكوريكتور شايله وعامل جمعيه تاسيسيه بكره الصبح. قدامنا طريقتين، الجمعيه التاسيسيه يا اما بانتخاب الحر المباشر، وفي هذه الحاله يبقى الدستور نافذ، يا اما لجنه تختار بالتوافق بالاصول يعني من النقابات ومن الاتحادات و و و وتعمل دستورها على 3 مراحل، كل مرحله تعرضه للاستفتاء او لراي الشعب. يعني يا اما تبقى لجنه مختاره وبان يستفتى على الدستور كله مره واحده، لا يعني ممكن على مرحلتين برضو، استفتاء بحيث يبقى ايه اللجنه طالما مش منتخبه مختاره يبقى يحصل استفتاء بعد ما يخلصوا شغلهم، او تختار لجنه، تختار جمعيه تاسيسيه، تنتخب جمعيه تاسيسيه بالانتخاب، فهذه الحاله الدستور هيبقى نافذ بدون ايه، بدون استفتاء عليه. طيب واذا كان لا يوجد هذا الرجل اللي يستخدم الكوريكتور زي ما حضرتك استخدمت هذا التعبير ويعمل ده، وبقينا في الوضع الحالي، اللي حضروا وافقوا ليهم اعتراضات، في اللي ما حضروش بقى الكتله الاسلاميه كلها سواء هم ما حضروش ليه؟ هم منتشيين في ذاتهم، فرحانين ان اخيرا قاموا الشباب عملوا لهم ثوره عشان يطلعوا ويحاولوا يستولوا على السلطة. فهم عاوزين يحكموا بس، هم بس يعني، الباقي كله ضفادع، هم بس اللي يحكموا، مش عاوزين يتعاونوا مع بقية فئات الشعب، مش عاوزين يحضروا يناقشوهم، متعاليين علينا يعني، هم مش عاوزيننا يعني، هم عاوزين قالك عندهم ثقة انه هياخدوا الأغلبية، والكلام ده كله مش هيتعمل، هم اللي يحطوا الدستور اللي هم عاوزينه، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط زي ما قال واحد منهم، اللي مش عاجبه يهاجر. احنا في مأساة.
طب ونحل المأساة زي دي يا دكتور ممدوح دلوقتي؟ نصلح الخطأ فورا وتلغى جميع الإجراءات، والانتخابات القادمة تبقى الانتخاب حر مباشر لمية 150 واحد يحط دستور. أي حاجة غير كده هتتلغي وهتعمل مشاكل قد تؤدي لحرب أهلية، وبعدين هتيجي ثورة تانية أو موجة تانية من الثورة، هيعملوا الأول دستور أولا وهتشوف حضرتك المستقبل شكله إيه، مظلم طبعا. مين هيقبل إن فئة واحدة تتحكم في باقي مصر دي اسمها ديكتاتورية الفئة، وتحط دستور ما يرضاش عنه بقية فئات الشعب؟ عملية احنا ماشيين غلط. هتقولي ازاي اشوف طريقة امشي بيها الغلط؟ ده اللي حضرتك بتسألهولي. لا ما هو ده اللي بيحصل على ارض الواقع. انا ما انتقدش سيادتك يا استاذ معتز، انا بقول يعني السؤال المطروح ازاي نخلص من المصيبة اللي احنا فيها. هي في حاجة واحدة بس، شط كل ما تم حتى تاريخه، والانتخابات القادمة تكون فقط لمية 150 واحد يرشحوا نفسهم في خلال اسبوعين لوضع دستور جديد، ويكون مهمتها جمعيه تاسيسيه لوضع دستور جديد في 14 شهر. طب واذا افترضنا هذه الحاله جدلا وده حصل، والانتخابات التاسيسيه لاختيار اللجنه التاسيسيه دي كمان جابت الاغلبيه من فئه واحده، لا يمكن بقى. ليه بقى؟ لان في معايير. لا ليه بقى؟ في معايير. احنا عاوزين كذا واحد من الكنيسه، عاوزين كذا من الازهر، عاوزين كذا من النقابات، كذا من الجامعات، اتحادات الطلبة، رجال اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، يعني فيها معايير. انت عاوز يعني، ولو قلت لك لو كانت اللجنة بالاختيار بتتم برضو من اختيار من دول، فالنقابات تقعد تطلع لنا خمسة، والاتحادات شوية، والطلبة والشباب. طب ما هو الجانب الإسلامي بيقول لك طب ما هي دي أولا دي الديمقراطية، وده جوهر ما ينادي به الليبراليين، اللي هو إيه؟ اللي هي في انتخابات مجلس الشعب، والناس عارفة إن رايحة تنتخب مجلس الشعب، مهمته الرئيسية والأساس في هذا الموضوع هو إنه يحط الدستور. أنا ما أحبش العوج، ده اسمه عوج. أنا عاوز من المجلس ده أولا، ده هيتحل بعد كده، عاوز انت اعمل دستور ومنتخب جمعيه تاسيس للدستور. ما احبش اللف والدوران، ده استعباط. الناس لازم الاول تتاكد ان في دستور يحكم القوات المسلحه ويحكم الجمعيه، السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه، ولا اجيب السلطه التشريعيه اللي هي المجلس الشعب تنفرد بوضع دستور؟ حد في الدنيا يقول كده؟ في واحد فلاح في سهرات الكبرى لما كنا بنتكلم في الموضوع ده قال لي يعني هو الـ الولد يولد ابوه، ولا انا اجوز بنتي الواحد يخش بيها قبل ما اعقد عليه وقبل ما اعقد معاه؟ كلام منطقي. احنا في خطأ جسيم وبنحاول نصلح الخطأ بخطأ اخر. اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنعمله ترقيع. الترقيع النهارده يطلق، عايز تقول ان اللي بيحصل النهارده ترقيع؟ لا اللي بيحصل في الـ في الـ في ان احنا نوصل للدستور بهذه الطريقه هي طريقه ترقيعيه. سيحاسب عليها امام الشعب وامام الله كل من ارتكب في هذه الجريمه بتاعه الاستفتاء، وبتاعه انك انت استفتيك على 8 مواد ثم انزل لك 62 ماده، واستفتيك على الغاء ماده واحده ثم الغي 30 ماده. الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش. مش معقول بعد الثوره و1200 شهيد و13000 مصاب وايقاف اقتصاد مصر لهذه الفتره كلها عشان في الاخر نطلع نعمل دستور بودنك منين يا جحا؟ بس انا مش عايز اتكلم اكتر من كده في الموضوع ده، لان يعني انا يعني ما عنديش تاني اقول والله الدستور والحاجه يعمل ايه. خلينا نتكلم في حاجه مفيده. الكوريكتور بتطالب بكوريكتور لتعديل المواضيع والمشي على الطريق الصحيح وفور. ده ملخص الرساله اللي حضرتك عايز تقولها. خلينا نروح لمستقبل مصر. ده المفروض بقى اللي هو تخصصي واللي عاد اشتغل فيه من هنا ورايح. ورقه العمل والشيء الرائع اللي بين ايديا طبعا، فهمي طبعا يعني محتاج زي الاخرين ازداد فهما، اعاده التوزيع الجغرافي للسكان في جمهوريه مصر العربيه. مشروع طموح كان دايما شعارات يا دكتور ممدوح، ودايما كان بيتاخد في عناوين في الخطب، وإعادة توزيع الناس والوادي الضيق والناس. كيف تحولت الشعارات لهذا المشروع الضخم والرائع؟ فهم هو كلنا عايشين في وادي ضيق جدا،
إعادة التوزيع الجغرافي للسكان هو اللي كان